الإثارة والمتعة ستكون حاضرة في القمة 111 من مسابقة الدوري، والتي تجمع بين الأهلي المتصدر والزمالك حامل اللقب في الجولة 17 على ملعب برج العرب بالأسكندرية. الأحمر بقيادة مدربه عبد العزيز عبد الشافي زيزو يسعى للتفوق على الأبيض بعد أن توج بالسوبر المحلي على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بجانب الحفاظ على رقمه القياسي بعدم الخسارة أمام الزمالك كلاعب ومدرب، بجانب إثبات وجوده كمدير فني للأهلي على أمل تكملة المشوار والبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، خصوصا بعد المسيرة الناجحة له مع الفريق الأحمر بالفوز في ثلاث مباريات وحسم 9 نقاط على حساب الإسماعيلي والاتحاد وإنبي. ولكن للقمة حسابات أخرى في ذهن المخضرم زيزو. الزمالك حامل لقب بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو يسعى لاستعادة توازنه سريعا بعد الخسارة الأخيرة أمام الإسماعيلي والانتقادات التي وجهت له، مما يجعل بقاءه مع الفريق محل شك خلال المرحلة المقبلة بعد إعلان إدارة الزمالك أن المباراة القمة هي آخر فرصة لميدو كمدرب للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، في ظل حالة عدم الرضا داخل القلعة البيضاء عن تراجع أداء الفريق رغم حجم النجوم المتواجدة في الفريق. الأهلي يدخل القمة وهو في الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 33 نقطة. لغة الأرقام والحسابات تبقي مباراة القمة خارج التوقعات والتكهنات، خصوصا مع وجود كوكبة كبيرة من النجوم في قائمة وتشكيلة الفريقين. الأهلي صفوفه مكتملة بعد عودة صالح جمعة ومليك إيفونا من الإصابة وجاهزيتهما للمشاركة، وهو ما يزيد من القوة الضاربة للأحمر، بجانب العناصر الأساسية ليزيد من حيرة الجهاز الفني حول هوية التشكيل الأساسية مع امتلاك عناصر جاهزة للتواجد في القمة. الزمالك يعاني من غياب المدافع البوركيني محمد كوفي، ولكن يبقى عدم جاهزية بعض لاعبيه بمثابة أزمة مثل حازم إمام في الجبهة اليمنى وعدم وجود بديل لحمادة طلبة في الجهة اليسرى، بجانب غموض موقف طارق حامد في وسط الملعب وعدم جاهزية ثنائي الهجوم باسم مرسي وإيمانويل مايوكا، مما يشكل أزمة جديدة للجهاز الفني.